موعد صرف حساب المواطن 36 لشهر نوفمبر 2020، وآخر موعد لتقديم الاعتراض على الدفعة 35. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم، قناة ترند، قناة الأخبار العاجلة والمنوعات. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة ياريت تشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36 من شهر نوفمبر القادم 2020. يتابع الكثير من المواطنين لحظة بلحظة موعد الحصول على الدفعة الجديد، وخاصة خلال هذه الفترة، لأن الدراسة بالمملكة العربية السعودية منذ فترة قصيرة، وأصبح الكثير من المواطنين الذين لديهم أبناء في الدراسة بحاجة إلى المزيد من المال للإنفاق عليهم لتلبية مطالبهم اليومية من أدوات مدرسية وطعام وشراب. ولذلك يهتم برنامج حساب المواطن بتوفير ما يحتاجه المواطن، ويسمح لهم بتقديم طلب اعتراض على المبلغ الذي يحصلون عليه حالة إن كان قليل أو غير المعتاد. برنامج حساب المواطن بيوفر فرص للمواطنين للحصول على دخل شهري ثابت لرفع العبء والمعاناة عنهم لاستقرار المعيشة والتغلب على الظروف الصعبة في ظل الأزمة التي تمر بها المملكة. وخلال الفقرات التالية هوضح ليكم وهقول لكم على المطلوب للاستفادة وموعد صرف الدفعة 36 وطريقة تقديم طلب اعتراض. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36. تم تحديد موعد صرف الدفعة 36 من برنامج حساب المواطن لكي تكون الثلاثاء الموافق 10 من شهر نوفمبر القادم 2020، ولن يتم تأخير عمليات الإيداع، لأن الموعد الذي يحصل فيه المواطنين على المبالغ هو اليوم الرسمي وفقا للائحة التي وضعتها أو التي وضعها حساب المواطن من البداية في ظل عملية التطوير لرؤية 2030. آخر موعد لتقديم اعتراض على الدفعة 35. يتم الانتهاء من تلقي طلبات الاعتراض على الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن بشهر أكتوبر الجاري 31 من شهر أكتوبر 2020، والرقم الرسمي المخصص للاتصال وتقديم الطلب هو 19912 من الشمال لليمين. على جميع المتضررين من الدفعة 35 عليكم الإنجاز في تقديم الطلب قبل صرف الدفعة 36. شروط حساب المواطن للدفعة 36 نوفمبر 2020. 1. المواطنين من الجنسية السعودية سواء رجال أو نساء. 2. أصحاب الإعاقة الذين لا يجدون دخل شهري لهم. 3. الغير مسجلين في أنظمة دعم أخرى. 4. المتقدمين الذين يبلغون من العمر 35 عام. 5. المقيمين على الأراضي السعودية ولن يغادروها أكثر من 90 يوم. 6. الزوجة السعودية المطلقة. 7. المرأة الأرملة. 8. الذين ليس لديهم سجلات تجارية. وفي النهاية ياريت تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.